المولد النبوي الشريف كيفاش عشتيها واش تقولي لنا بهذه المناسبه؟ نقول لكل الامه الاسلاميه كل عام وهم بخير ان شاء الله في كل المواسم. ماشي هذه عادات ورثناها على جدودنا وابائنا. فكرنا عوايد زمان وحبينا نرجعوا عوايد زمان على هذيك المناسبه تاع اليوم. خير الى اللقاء ان شاء الله. واش تقولي على هذه السهره؟ السهره كانت ممتعه. صلى الله عليها صلوا على محمد زيد الصلاة عليها. Thank you.
Oh,
الله يوفق عليها يلا. ودير الحوم اللي بدلتو ودير الحوم خاطركم تسلموا تسلموا وخيرنا ماشي خيرنا كما جات صدفة الناس كبارات كيما قلنا بكري ريحاب عطينا حاجة بكري تحنى حاجة تحنى هكا محمد صلى الله عليه صلوا لمحمد زيدوا صلاة عليه صلوا لمحمد صلى الله عليه ايدوها بالفاضل جبنا الباقي الحنة السكر وشمعتها جبنا الباقي الحنة السكر وشمعتها جبنا الباقي الحنة السكر وشمعتها جيت الطاكسيات من بعيد البيت جيت الطاكسيات من بعيد البيت جيت الطاكسيات من بعيد البيت يدوم هذا الفرح وبارك لمالينا عطوني تلويلة صلوا على محمد وزيدوا صلاة عليها صلوا على محمد وزيدوا صلاة على محمد صلى الله عليها يدوم هذا الفرح ويبارك لهم عليها طولة ليلة صلوا على محمد وزيدوا صلوا عليها يدوم هذا الفرح فينيكس وفينيكس هذه في خاطر فينيكس عطوني تولويلة شفالك ان شاء الله يا كنت مريض ايه اش
شكرا لك لازم تحضر على صحتك. الكواش بالبرك جيت ليكم. اه وطيموشة كيفاش؟ جينا الفار وطيموشة راحت. اه هاي فتاك ما درناليش الاخت. هيا هيا خير الى اللقاء ان شاء الله. واش تقول على هذه السهره؟ السهره كانت ممتعه ما شاء الله عائلات الله يبارك قمه السعاده ان شاء الله العام الجاي نكونوا احسن وافضل ولصحافه المزيد من التالق والشجاعه والمقاومه ان شاء الله. ربي يطول في عمرك. الى اللقاء قريبا ان شاء الله ومولودكم بالصحه والهنا. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. ربي يشفي السلام والطمانينه في بلادنا والسكينه الفيزياء اليوم كانت سهرة عائلية الحنة تقاليد الفرحة العلمة سوف تفكرنا عوايد زمان وحبينا نرجعوا عوايد زمان على هذيك المناسبة تاع اليوم حفل مولد النبوي الشريف اللي نتمنى لكم كل خير إن شاء الله كل عام وانتم بخير إن شاء الله وبالصحة والهنا إن شاء الله ونجوزوها إن شاء الله كل عام يجي خير من العام اللي يروح إن شاء الله ونتمنى لكم كل خير إن شاء الله يعطيك الصحة. اليوم كانت أجواء الحنة العائلة المولد النبوي الشريف كيفاش عشتيها واش تقولي لنا بهذه المناسبة؟ نقول لكل الأمة الإسلامية كل عام هما بخير إن شاء الله في كل المواسم ماشي هذه عادات ورثناها على جدودنا وآبائنا ما نقدروش نتخلاو عليها مهما يقول لك كما واحد يقول لك بدعة ولا ماشي بدعة تبقى عاداتنا وتقاليدنا فيها الحنة فيها الختانة فيها كل ما هو جميل تسمى فيها فرح علاه نحيو روحنا للفرح. كانت أجواء جد رائعة خاصة بحضور فنانة القديرة أم الجزائريين بهية رشدي كان وجودها مميز بيناتنا كانوا عائلة الله يبارك الحمد لله الحمد لله الحمد لله كان حفل جد بسيط ورائع جو عائلي كل عام وانتم بخير الأمة الإسلامية كامل بخير وألف شكر لكم على التغطية. يعيشك على خير شكرا لك.